أسبوع ريادة الشبابية هو أسبوع مشاركة الرواد الشباب داخل مدينة تيفلت من 2 حتى 7 أبريل. غنخليكم مع مجموعة من الرواد اللي غيعرفوكم على البرنامج ديالهم. في إطار اليوم الأول من أسبوع الريادة الشبابية اللي غادي تنظمو جمعية رواد الشباب مدينة تيفلت، لجنة البيئة تقوم على مجموعة من الورشات بشراكة مع نادي وداد أتليتيك تيفلت. هاد الشراكة غادي تبنى على التهيئة ديال المركب الأولمبي لمدينة تيفلت في عيد داليا، حيث غادي نقومو بخلق فضاءات معشوشبة، فضاءات لممرة الراجلين، بالإضافة إلى مجموعة من الأماكن للجلوس والتزيين. وبالنسبة للورشة الثانية لليوم الأول من الأسبوع سعاد؟ نعم أنس، كما قال الورشة الثانية اللي غتكون هي مساء يوم السبت، واللي غتكون هي عبارة عن فيديو فلاش موب، اللي الغرض من هذا الفيديو إن شاء الله غيكون هو تحسيس سكان مدينة تيفلت تجاه البيئة. ما نحرقوش المفاجأة ونخليكم تكتشفوها معنا. شكرا، كونوا في اللايف. كينظم النادي الرياضي بجمعية الرواد الشباب بتيفلت يوم رياضي لفائدة أطفال وشباب مدينة تيفلت. وفي اليوم الثاني من أسبوع الريادة الشبابية واللي كيصادف يوم الأحد 3 أبريل على الساعة 9 صباحا بالملعب الأولمبي بمدينة تيفلت، وذلك بحضور مجموعة من العدائين والوجوه الرياضية الوطنية والمحلية. في اليوم الثالث من أسبوع الرياضة الشبابية اللي كيصادف يوم 2/4 أبريل، نادي الصحة وجد لكم واحد الحدث اللي كيجمع ما بين كل ما هو فني وصحي، وذلك بدار المواطن ابتداء من الساعة 9 صباحا. المبدا ديال هذا الحدث هو أن لي كوليج لي ليسي وحتى الابتدائية ديال مدينة تيفلت غيوجدونا فرق، غيكونوا فيهم من 5 حتى 10 ديال الأشخاص اللي غيوجدونا دي بروجي سوا دوكيومونتير اون كوريغرافي ولا مسرحية اللي غتعبر لينا على تحسيس بمرضنا. كونوا في لايف. في تيفلت يوم بليدرز كنأمنوا بلي أن الفن والمشاركة في إنجاز عمل فني كيساهم في رفع الوعي ديال المجتمع، داكشي علاش لجنة الثقافة والفن تقوم بتنظيم حدث فني تحت شعار لوحة الإبداع على تبادل الكرياتيفيتي، اللي غتكون هي واحد اللوحة كبيرة اللي غنشاركوا كاملين في الإنجاز ديالها. وذلك في اليوم الرابع على الساعة 2 بعد الزوال بدار المواطن، والدعوة مفتوحة للجميع، كونوا في الموعد. وفي اليوم الخامس من أسبوع الريادة الشبابية واللي كيصادف يوم الأربعاء 6 من أبريل، تنضربوا لكم موعد في دار المواطن على الساعة 10 صباحا مع مسابقة المناظرة. وفي اليوم الخامس من أسبوع الريادة الشبابية، نادي أنتربرونيريا كينظم ندوة في دار المواطن تحت عنوان قصص النجاح كيف تكون رائدا، وذلك بحضور شخصيتين رائدتين في المجال ديالهم، الطبيب الجراح والناشط الإنساني أيمن بوبوح، وأيضا مؤسس مركز المغرب للابتكار والمقاولات الاجتماعية السيد عدنان العديوي.